مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، انطلق قبل قليل شوط الختام. الشوط الحادي عشر للحيل وهو ختام أشواط هذا الصباح في هذا اليوم. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا اليوم، وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ في هذا السباق المحلي الثامن. مقدمة هذا الشوط الكايدة حسن بن حمد بن راشد النعيمي على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول النقلة إلى المركز الثاني هنا هملولة لهادي بن سعيد بشقله المري، ودور المركز الثالث الشيحانية لعنزاب خاتم النعيمي، بينما المركز الرابع والتسلل من خطيرة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك الضبية لعنزاب بن محمد بن عنزان النعيمي، ولكن التسلل من بلشه لفهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين من أخذ تتقدم وتنتزع المركز الخامس في هذا النداء وفي هذا الشوط في هذه اللحظات. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، وما زالت الكايدة على الشوط أجواءه مشتعلة يا متابعين، وبدأ الاشتعال مع الألف وخمسمائة متر الأخيرة بوصول بلشة إلى المركز الثاني، والكايدة وبلشة بلشة تتسلل، بلشة تتقدم، ألف وخمسمائة متر المركز الثالث الوصول من الضبية عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، ورابع المراكز شعار بوشقلة، المركز الخامس الوصول هنا الضبي علي بن سالم بن سليد الدعيه، والمركز الخامس ايضا بنت العاصي، تعود ملكيه بنت العاصي لعامر بن حسن النعيمي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء. هناك اسم يتدخل، الدكتوره لسالم بن خيرات العامري، ولكن المحترف يعرف من اين تؤكل الكتف، خبره مع هذا المحترف، خبير بالامور، خبير بمواطن الامور. والكيلو متر الاخير وانطلقت بلشه، لتعلن بانها سيده هذا الشوط، بطلت هذا الشوط، لتسجل اسمها في هذا اليوم مع قائمة الفائزين، مع قائمة المميزين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بلشة 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 مشاهدينا الأعزاء تنطلق في هذا الشوط وتحلق على أرضية الميدان. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق الموفق، والسبعمائة متر الأخيرة، الله، بلشة مشاهدينا الأعزاء في هذا الجو الماطر تمطر. هل الخرسعة اليوم بالفوز تمطر عزبة المحترف بالفوز فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. يا سلام، سلامي عليك يا المحترف، سلامي على بلشة، هي سيدة الموقف. وأيضا للمساعد غانم بن سيف، سلام بلشة، سلام سلام بلشة، سلام، والسلام إلى الخرسعة وعلى الهواء مباشرة، وإلى عزبة فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، وإلى سيف فهد بن سيف القادم، المولود الجديد اللي يتربى في عزك يا أبو سيف، واللي اسمه اسم خير وفاله فال خير على هذا الشعار، سيف فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، أصغر مالك في عالم رياضة سباقات الهجن ينتزع هذا الشوط. تهانينا والناموس. إذن سجلوا اسم بلشة مع وضمن قائمة الفائزين، هذه بلشة مشاهدينا الأعزاء. وسلام يا الخرسعة، سلام 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 في هذا الجو الممتاز. تهانينا وناموس المحترف فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين للمركز الثاني. أبروق لجار الله بن محمد بن عقيل المركز الثالث. براقة لعلي بن حمد بن هزاع بشريدة المركز الرابع. بنت العاصي لعامر بن حسن النعيمي المركز الخامس. الكايدة لحسن بن حمد بن راشد النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وبلشة استطاعت أن تنتزع المركز الأول وتفوز بهذا الشوط بجدارة واستحقاق. التوقيت الزمني 13 دقيقة 11 ثانية 12 جزءا من الثانية. تهانينا لفهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين المركز الثاني. حقيقة من فاجأتنا بدخولها إلى المركز الثاني
كأول نداء لها. هذه بروق لجار الله بن محمد بن عقيل المري. التوقيت الزمني 13 دقيقة 18 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجار الله بن محمد بن عقيل المري. تهانينا للبرنس والتهاني لحمد بن محمد بن عقيل. المركز الثالث كان الوصول من براقة والتوقيت 13 دقيقة 20 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لعلي بن حمد بن هزاع أبو شريدة المري. تهانينا وناموس لجميع الفائزين في هذا اليوم وجميع المتوجين والمميزين. إذن مشاهدين الأعزاء بهذه النتيجة للثلاثة المراكز الأولى نصل إلى ختام هذا السباق المحلي.